قصة في غاية الغرابة لأب يتحدر من منطقة سميمو ضواحي مدينة الصويرة. تبدأ المعاناة بعدما وضعت الزوجة مولودها بالمستوصف، وبعد فترة زمنية هاتفت الممرضة الزوجة لتخبره أن ابنه توفي. الأب رأى الابن بعد ولادته ولم يره بعد وفاته، وكانت إجراءات الدفن خطوة لابد منها بعد أن حمل الجثة في الصندوق في اتجاه المقبرة لدفنها. اتصال هاتفي من طرف السلطات الأمنية سيحول مجرى الأحداث بعد أن أخبروه أن جثة ابنه مختفية بعد عملية حفر من مجهولين، فكل ما تركوه هو الصندوق والكفن. اختفت الجثة ليعاد إلى الواجهة سيناريو القصة الكاملة، خاصة أمام بروز روايات متناقضة. فالممرضة أخبرت الأب أن ابنه توفي، غير أن امرأة أخرى أخبرته بعد ذلك أنه لا يزال حيا يرزق. حارس المقبرة من جهته قال له بالحرف إن ابنه بيع بالملايين، ما جعله يضع شكاية في الموضوع. الشكوك ارتفعت بحثا عن من يملك مفتاح الحقيقة، الممرضة أم حارس المقبرة أم المشرف على غسل الجثة إن كان الأمر كذلك. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.